السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حرية الإدريسي. وصفتنا اليوم وجبة خفيفة بالبطاطا الحلوة، كتجي مقرمشة ولذيذة بزاف، ومقاديرها بساط وسهلة التحضير. كنحتاجو في المقادير حبة كبيرة من البطاطا حلوة، تقريبا الوزن ديالها 450 غرام، وكنقطعوها شرائح رقيقة. وكنلويو شرائح البطاطا حلوة كيف ما وضح ليكم. وكنثبتوها بعويدات خشبية. كنستمر بنفس الكيفية حتى نتعيو من الكمية اللي عندنا. من بعد ما انتهينا من الكميه اللي عندنا، كناخذ مقلاه ونضعوا فيها زيت نباتيه ونخليوها تسخن مزيان. من بعد كنوضعوا البطاطا حلوه. من بعد ما تحمرت لينا وخدت اللون الذهبي، كنقلبوها الوجه الاخر. من بعد ما تحمرت لينا البطاطا وخدت اللون الذهبي، كنزولوها ونوضعوها فوق ورق نشاف، وكنزولو لها العويدات، وتقدروا تاكلوها هكذا، كتجي لذيذة ومقرمشة، ولا تقدروا تقدموها بالسيرو. كناخذوا مقلاه ونوضعوا فيها 3 المعالق كبار تاع سنيده و 3 المعالق كبار تاع زيت نباتيه، وكنخليو سنيده حتى تذوب على نار مهيله. من نحسوا ان المقله سخنات بزاف، نطفيو عليها البوطه ونخليوها تدفى شويه. من بعد نوليو نشعلو عليها ونخليو السيرو حتى يذوب لينا وعلى نار مهيله، كياخذ شويه د الوقت. مباشرة كنوضعوا البطاطا حلوة في السيرو ونحركوا بسرعة ونطفئوا البوطة. وكنوضعوا البطاطا حلوة وهي سخونة فوق ورق الطبخ، ونبعدوها على بعضياتها باش ما تلصقش لينا. في الاخير كنرشوا بشوية تاع السانوش